اولا زي ما مكتوب نخضه، شوف اللونين، هذا اللون البني بس بس عن صلاح كانه شامبو، بعدين يجي على الراس ريحه مره مريحه، ما هي زي ريحه الصابات الثانيه ريحه كيماويه، لا هذه مره كويسه معطره. وانه لما جيت احط له مره ثانيه غسلت يدي مره ثانيه، غسلت، وهذه ما غسلتها، شوف جت فيها نقطه. كان يبحث عن منتج مثل هذه الصبغه طبيعيه وبدون مواد الكيماويه ذيك اللي كانت تعذبنا، وجميله جدا وبدون صبغيات تجيك على الجلد، وسعر جدا مناسب، وفي الاخير هذه النتيجه. ما شاء الله. لو في الجهه الثانيه شوفوا حتى الجلد من جوا ما في. إلا عندك شي بالشعر وبغيتي تحيدو بطريقة طبيعية، جبنا لك هاد الشامبو. كتستعمل ليكات اللي كيجيو معاه، كتفرقو مزيان على الشعر ديالك كامل بلا ما تفزقو. من بعد كتخلي لمدة 8 حتى 10 دقائق على الشعر، كتغسلو مزيان وكيعطيك نتيجة طبيعية 100%. طلب الشامبو دابا، كاين عرض خاص لهاد الشهر.